أهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ونتابع مع الموضة ونتعرف اليوم على مصممة أزياء كان الطموح والمثابرة شعارها، وبرعت في تصاميم القفطان المغربي وأصبحت تعتبر الأبرز والأقوى بين نظيراتها. حنان السعيد مصممة أزياء قفطاني، أهلا فيك. ربنا يخليك، شكرا. طبعا حنان اليوم مقابلة مغربية بامتياز، يعني جاية من المغرب والتصاميم كلها مغربية عن القفطان والغندورة. نعم، حياكي، ربنا يخليك. طيب حنان، خلينا في البداية نتكلم عن شغفك بالقفطان، كيف بدأ؟ الشغف ديالي ديال القفطان أنني بديته لأن كانت الأم ديالي كانت تدير الخياطة، وأنا في الأول عملت دراسة، درست دراسة قانون واشتغلت في درست قانون واشتغلت في بنك، لكن بعد طموحي للموضة، كان حبي للموضة، رجعت عملت دراسة للموضة ودابا وليت ندير ديزاينر. ممتاز حنان، خلينا نشوف أول تصميم، ليش تحكي لنا عنه شوية؟ هذا قفطان، أنا تقريبا التشكيلة اللي جبت لكم هي تشكيلة ثقافتين وقندورة، والقفطان أنا اللي جبته كاين من جوج خامات، اللي هو المخمل وستان دوشيز. المخمل وستان دوشيز، ثوب ستان دوشيز اللي هو البنفسجي، وهو ثوب شوية يكون خشين يستحمل الخدمة المغربية، يعني الشغل المغربي هو يستحمل الشغل المغربي، لأن الشغل المغربي يعني ثقيل، فلازم القماش قوي، خاصو قماش قوي. وهذا في شواروفسكي، وهو كله، وانا استلهمت الفكره من لبس الهندي. لان يعملوا اللبس الهندي، يعملوا لون مختلف لتحت في الساري، يعني نعمل لون ولون مختلف من التحت، وهو كله شغل مغربي، كله في شواروفسكي، فيه صنع مغربي، هاند ميد طبعا، هاند ميد، كله هاند ميد، حتى الشغل كله هاند ميد. انا لفتيني يوم قلتي لي انك استخدمتي الستايل الهندي تحت، هو القفطان المغربي الكلاسيكي بالعاده ما فيه الحركه هذه؟ لا، ما تيكونش فيه الحركه، انا دابا كي بحال فادو انني هزيت القفطان، احترمت القفطان، القصه ديالو، لكن كل ما ندخل فكره، اوكي، كل ما غتشوفي ثقافات، غادي نشوف كل قفطان عنده فكره خاصه ديالو. المجتمع المغربي، الشعب المغربي بيتقبل افكار جديده على القفطان المغربي؟ لان عندنا الشباب اليوم كلهم يتبعوا الموضه، يتبعوا صالات الموضه، يعني لازم اننا نعملوا القفطان يتبع الموضه، ما يمكنش القفطان، ودابا القفطان وصل للعالميه، انه ولا يكون في الطابيروج ويكون في المهرجانات، ولازم القفطان يتبع الموضه. الحين عندنا في الخليج كمان القفطان المغربي يعني طالع موضه في رمضان، في الاعياد. خلينا نشوف التصميم الثاني. هذا تصميم ثاني، الفكره ديالو احترمت القفطان، ولكن الفكره ديالو استوحيتها من اللبس الاسباني، يعني شفتي اللبس الطبقات، وعملت في كل طبقه شواروفسكي، وهو مشتغل، هو عملت فيه كريب جورجيت، هو الثوب، وعملنا فيه تطريز هندي مع شواروفسكي والازرار المغربيه، واستعملت فيه الفضي. جميل، وحلو كمان الكم اللي على الكتف، كثير حركه حلوه. الكم، كل مره كل قفطان دخل فيه فكره، يعني نحترم القصه ديال القفطان اللي هي القصه الاصليه، ولكن كل قفطان دخل فيه فكره اللي تخليه يتميز، يعني الزبونه ملي تمشي للفرح يكون قفطانها مميز. اكيد، تعرفي حنان، عجبني انك تدخلين حضارات كثيره في نفس القفطان، لكن تظل الهويه القفطان المغربي واضحه. فايش السر؟ هل هو في الحزام يمكن؟ لا، عندنا احنا في القفطان عندنا خطوط حمراء ما خصنا نتعدوها، بحال القفطان خصو يكون ما تيكونش مثل الفستان، يعني يكون بجنب الجسم، هو تيكون شويه واسع، خصو يكون فيه الحزام، خصو يكون فيه الشغل مغربي. عندنا بزاف ديال المعايير ديال القفطان، خصنا نحترموها، لان القفطان عملنا، حيدنا له الاكمام، حيدنا له بزاف الاشياء، ما تيوليش قفطان، تيولي فستان، او حنا نقولوا قفطان على فكره فستان. ممتاز، خلينا نشوف التصميم الثالث. هذه هي القندوره اللي قلت لكم، هي هذه اللي شفتي، ما ان الاكمام واسعه، وهي انا القندوره دخلت فيها الفكره، ان هي القندوره الاصليه ما تكونش بالحزام، بتكون واسعه، هي اللبس مرتاح تلبسه في المناسبات الصغيره، لكن هذه قندوره دخلت فيها حزام، ودخلت فيها الشغل المغربي، يعني احنا القندوره باش نعرف المشاهد على القندوره، تلبسوها في المناسبات الصغيره، مثل عزايم، مثل ختان، مثل سبوع، حتى المرأة الحامل، لأن ما يمكن تلبس قفطان.
تلبس قندوره، النفاس مي تكون نافسه يكون واخده وزن، يعني يمكن تلبس القندوره. يعني احنا نعملوها في المناسبات الصغيره. ممتاز. لاحظت كمان الكم فيه شويه من الجلابيه الخليجيه مثل ما ذكرتي لي قبل. كما قلت لك هي الاكمام ديالها هي تشبه الجلابيه الخليجيه، لكن احنا القندوره ما يكون اكمامها ضيقه، تكون اكمام واسعه. يعني هي الهدف ديالها تكون فيها مرتاحه، وهي يعني الناس يتقبلوها عندنا بزاف في المغرب وحتى في الخليج ولات صحيح. ذكرتي لي حنان انه الغندوره للمناسبات الصغيره، يعني القفطان للمناسبات الكبيره مثل الزواجات والخطوبه في المغرب. القفطان حنا نعملوا، ما عندناش حنا في الزواج نجيو بفستان، كل تدخلي الزواج المغربي تقولوا كله قفطين، لانه معروف القفطان بالرقي ديالو بالحشمه ديالو كله يلبس قفطان. يعني العروس المغربيه ما تلبس الفستان الابيض؟ تلبسه في اخير، في الاخير، ولينا حتى نعملوا فستان ابيض على شكل قفطان. اوكي. ولا موضه. القفطان لازم يدخل. لازم يدخل. خلينا نشوف التصميم الرابع. هذا التصميم عملت فيه حتى هو من كريب، وعملت فيه دانتيل، دانتيل وحجر شواغوفسكي، ومازالش بين الاسود اللي هو، لان القفطان المغربي يكون فيه ديما ذهبي او فضي، انا هذا الشغل اشتغلت به بالاسود والنود، يعني اللونين اللي كان معروف هنا، يعني شانيل اللي هو معروف بارع في هذا الابيض والاسود. صح. الفكره خديتها من عنده، قلت علاش ما نديرهاش في القفطان المغربي. جميل. وطلعت الحمد لله حلوه. وحلو ينفع على فستان سهره كمان. جميل. يجي حتى فستان السهره، وهي طريقه جديده، ما يكونش القفطان المغربي هي الفضي، نشتغلوا بالفضي والذهبي، ندخل الوان جديده. حنان اسمحي لي نسالك سؤال مره ثانيه، لان شويه ما جمعت. شنو هي؟ اللي هو القفطان المغربي ايش هو اللي يميزه؟ يعني دخلتي فيه مجموعه من الاشياء العصريه، لكن ايش هي الستاندرد اللي مستحيل تغيريها؟ اولا القفطان لازم يكون طويل. طويل. يعني احنا ما نلبسوا قفطان، يعني مرأة عندها متر 40 في الطول. إيه؟ لازم يكون طويل القفطان. لازم يكون عنده حزام. الحزام، ولازم يكون فيه الشغل المغربي. يعني يكون الصانع، ويكون انا بالنسبه لي هاند ميد، ويكون كله من الصانع المغربي. ممتاز. خلينا نشوف التصميم الخاص. هذه قندوره، حتى هي قندوره كما قلت لك في الاكمام واسعه. وهي عملت فيها البليسي، يعني طريقة جديدة في القندورة. ايش هو البليسي؟ هو الثوب اللي لتحت، يعني لو شفتي التنورة، التنورة كلها بليسي عملنا. كسران. وما تيكونش، انا عملتها خديت الفكرة من التنورات اللي كاينة الفرنسية اللي معروفين. طلعت موضة كمان الآن. طلعت موضة هذا العام. عملت فيها صنع يدوي، لأنه الصنع ديال الصانع المغربي اللي أنا ديما خاص يكون الصانع المغربي. الأزرار المغربية هي اللي معروفة، اللي نسميوها في المغرب العقاد، هي الأزرار المغربية. وهذه اللي شفتها بدون حزام، يعني الموديل لابسه بدون حزام، هي حزمها الحزام ديالها فيها، يعني مرتاحه لما تكون فيها مرتاحه. يعني يكون عندها خيار انها تلبس الحزام او تشيله. عندها خيار. بغات تلبسها بالحزام، بغات تكون بلا حزام. جميل. حنان ذكرتي لي انه الخياطه لازم تكون مغربيه. فايش الفرق؟ الحين كثير يعني مصممات خليجيات او عربيات مش مغربيات دخلوا في المجال القفاطين، بيصنعوها محليا، يعني ممكن ما يتعاونون مع خياطين مغاربة. فإيش رأيك بتجربتهم؟ إيش تحس الفرق؟ هو اللي شفتي المصممات، لا هي الخياطة المغربية، يعني القالون والأزرار المغربية لازم يكون يعرفها هي الصانع المغربي. تلقاهم كلهم عندهم صانعين مغربي، لكن الفكرة هو القفطان المغربي بالفكرة الخليجية. يعني هي، لأن كلها أنا تقول بأن القفطان في حضارة مغربية، احنا اللي غادي نعرفوا لها أكثر، لأنه هو عندنا بزاف ديال التراث، هو تراث مغربي. جميل. نحترم كيف القفطين ديالهم، عندهم قفطين جميلة، لكن أنا سأقول القفطان خاصو يبقى من المغرب ويخرج من المغرب. كادرة بشعابها. نعم، خاصو يخرج من المغرب. هذا أصفر، من قفطان أصفر من قطعتين، كاين هو فيه الكريب، وهو الأصفر دخلت عليه ألوان، يعني دخلت عليه شوية ديال الأزرق
وشويه ديال الوردي. وهاد الالوان اللي دخلتها باش نكسر الاصفر، لان لما تجي زبونه تقول لا تلبس قفطان اصفر تقول لك لا ما تتقبلها. انا حاولت نكسر بهاد الالوان، ولا شفتي القفطان القصه ديالو ولكن من تحت على شكل فستان، من تحت القصه على شكل فستان من تحت. بس غريب ليش ما تتقبل لون الاصفر؟ هي في الوان معينه معروفه للقفاطين؟ الالوان اللي هي اللي خارجه من العاده كاين زبونات ما يتقبلوها، الاصفر الفوشيا الفاقع ما يتقبلوها، لان يقول لك هذا بنوت ديال البنات الصغار. انا حاولت انني ندخلها تكون يعني لكن جدا جميل يعني. وهي كاينه دابا على صاله الموضه، ليش ما ندخلوهاش في القفطان؟ صحيح. حنان، ابغى اسالك كم تاخذين المده اللي تخيطي فيها القفطان الواحد؟ وهل يشارك فيه أكثر من شخص؟ القفطان أني يدخل فيه مدة تقريبا بين 4 أسابيع حتى 5 أسابيع. أوكي. حسب الشغل اللي فيه. وعندنا حنايا أن لحظة، عفوا، 4 أسابيع على القفطان الواحد؟ القفطان لأنه كله هاند ميد، لأن حنا في المغرب ما تلبسوش القفطان اللي هو بالماكينة اللي هو بالماشينز. عندنا عيب نلبسو بالكا ما نلبسو، لأن القفطان الأصلي خصو يكون هاند ميد. أوكي. ما نلبسوش هو، ويخصو لأن عنده كله معمول باليد. يعني ياخذ وقت عند الخرز، ياخذ وقت عند الخياط، ياخذ وقت عند اللي تطرز، يعني يدخلوا فيه حتى 5 أشخاص. جميل جميل جدا. خلينا نشوف التصميم هذا. هذه قندورة، حتى هي قندورة. هذه قندورة. قندورة نشوف ديما القندورة، تعرفي الفرق ديالها من الأكمام، يكونوا واسعين الأكمام وما تيكونش فيها حزام يعني. واعتمدت هذه أنني ندخل فيها هي الخرز، يعني كاين الشغل المغربي لكن عملته هي الخرز بالألوان باش يعني نغير شوية على القندورات الأخرين. جميل. شوف التصميم اللي قبل اللي استوحيتي من شانيل، تصاميم شانيل. إيش هي الأشياء الثانية كمان اللي ممكن تستوحين منها تصاميمك؟ حتى نقول لك احنا عندنا في المغرب ما شاء الله عندنا اختلاف في المناطق، ان لدخلت اللبس الزي المغربي عندنا المناطق الشمالية ما تلبس بحال المناطق الجنوبية. والساحلية ما تلبس بحال الداخلية، والصحراوي ما يلبس. يعني عندنا صعوبات كبير اننا نقدر نستوحي. علاش؟ تبارك الله الديزاينر المغاربة عندهم افكار كثيرة، لان عندنا يعني عندنا اختلاف بزاف، يعطينا افكار كثيرة. صحيح. حتى في الالوان، حتى في التضاريس، حتى يعني طبيعه المغرب كمان جميله تخلي الواحد ربنا يخليك. خلينا نشوف التصميم هذا. هذا من عملناه من ثوبين اللي هو تليجه اللي نسميه، هذا الفاتح، هذا الازرق الفاتح هو ثوب في المغرب نسميه تليجه، وفيه صومون. وعملت فيه هو ثوب، مش ثوب، عملت ابليكاسيون دونتيل كله مطروز، هو كان ثوب عادي. والفكره اخذت دونتيل وعملت عليه، هو ثم هو مطرز. أوكي. انا اللي طرزته، انا اللي عملت فيه كل شيء. والفكره انت بنفسك يدويا. وهزيت الاحجار وعملته بالاحجار وحطيت عليه في، لا شفتي ما فيش الكالون يعني اللي هو هذا السفيفه ما كايناش، عملنا فيها كالون بتاع الهندي. دخلت فيه فكره الكالون، عفوا الكالون هي اللي نعملوا فيه، هي سفيفه اللي تجي في اخر القفطان اللي حدا الازرار، حدا الازرار. في هذا في المغرب عندنا نحطوا السفيفه اللي هي ذهبيه او تكون فضيه. هذا ما فيه هذا الذهبي ولا الفضي، حطيت دي شواغوفسكي وحطيت دونتيل هندي محطوط فيه. انا صراحه لفتني في التصميم هذا الاحجار اللي جايه على الكم، كثير ملفتة للانتباه، جميله. ايش هي الاحجار اللي استخدمتيها؟ الشواغوفسكي، ولا كانت الموضه توري ظهرها، حتى الظهر فيها هذا الشواغوفسكي. جميل. لاحظت كمان كانوا في حبه زي الفيروز. فيه وفيه اللولو. ساعات نشتغل باللولو، بحب اللولو. حنان، خلينا لسؤال حساس، كيف تبلغ قيمه القفاطين تقريبا في المغرب؟ خلينا نقول في المغرب نقول لك حسب القفطان الثوب ديالو، حسب واش هو الهاند ميد، حسب الاحجار اللي موضوعه واش كريمه او مش كريمه، حسب يعني الوقت اللي اخذ لك.
لان اللي قد القفطان ياخذ لك كما قلت لك 4 اسابيع الى 5 اسابيع. جميل. يعني كل قفطان وشنو هو يتكلف. صحيح. خلينا نشوف التصميم. هذا غندوره صح خبيره الحين. هذه قندوره. هذا الهدف ان المشاهد العربي يفرق بين الزين من المغرب اللي هو القندوره والقفطان. هذه قندوره زرقاء وفيها الشغل المغربي كله. يعني لا شف يعني من جهه الصدر فيها الشغل المغربي واستعملت الفضي والذهبي. جميل. يعني كاين فضي وذهبي يعني تلبسها مع اكسسوار ذهبيين واكسسوار فضيين. جميل. طبعا حنان السعيد مصممه ازياء دار قفطاني، يعني شكرا لك على التصاميم الجميله وتحياتنا يخليك لاهل المغرب والمغرب العربي. ربنا يخليك. ربنا يخليك وشكرا على الاستضافه. شكرا حنان. مشاهدينا فاصل اخير ونتابع. في سيدتي بعد الفاصل، مؤتمر الاستثمار في المستقبل لحماية الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.